طب اسمحوا لي ان انا اخذ هذا الاتصال. دكتور سامح فوزي الكاتب الكبير والباحث وكبير الباحثين في مكتبه الاسكندريه. دكتور سامح مساء الخير. يعني كيف ترى هذا الخروج الكبير للمصريين؟ يعني تفسيرك ايه؟ يعني احنا بنتكلم سياسه اكتر واحزاب وكذا، تفسيرك بقى كباحث ورجل في الشان العام. اهلا وسهلا استاذ لميس، واهلا بضيوف حضرتك الكرام الاصدقاء الاعزاء. طبعا المناسبة الانتخابية، وأنا استمعت قليلا للحديث الأستاذ سعيد والأستاذ عصام حول مسألة الأحزاب ومشاركة هذه الأحزاب في التنافس الانتخابي في الانتخابات الرئاسية. أنا بس عندي في إطار اللي حضرتك بتسألي فيه، عندي يعني عدد من الإشارات المهمة أحب إن أنا يعني أساهم بيها في هذا النقاش. النقطة الأساسية، هو من الواضح أن هناك مشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، ولا سيما جيل الشباب الجديد الذي ربما يمارس حقه الانتخابي للمرة الأولى. نتكلم على شباب في سن 20 و18 و21 و22 سنة، دول كان بالنسبة لهم تجربة جديدة بيشاركوا فيها، وأنا يعني قريب من ربما من هذا السن وشفت مدى تفاعلهم مع العملية الانتخابية. لكن الملاحظة العامة اللي ممكن الواحد يسجلها وترتبط بالحديث اللي كان ضيوف حضرتك الاعزاء بيشاركوا فيه، اللي هو فكره ان مرشحين الثلاثه الذين نافسوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن لهم حضور انتخابي واضح، لا على مستوى الشارع الانتخابي ولا على مستوى الوجود المندوبين الخاصين بيهم في اللجان المختلفه، وكان واضح جدا انحسارهم وعدم القدرة على الوصول لقطاعات واسعة من المجتمع. طبعا التنافس الانتخابي في هذه الحالة بالنسبة للأحزاب فعلا يشكل إشكالية كبيرة جدا في الانتخابات الرئاسية. ربما مقاس الحركة الحزبية المصرية حتى الآن تنافس برلماني أو تنافس في محليات، لكن هذا المنصب الرفيع واضح أنه بيتشكل في ذهن المواطن المصري بشكل عام النموذج المتعارف والمتوارث عليه منذ فترة، أن يكون رئيس قادم من مؤسسات الدولة المصرية، لديه ربما خلفية عسكرية، قادر على إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ولديهم التجربة التي مر بها المجتمع المصري من وجود رئيس من خارج هذا السياق ولم يكتمل مدته وصار عليه المصريون وحدث ما حدث في 2013. طبعا ده بيفتح الباب حوالين مسألة الظاهرة الحزبية. هذه الانتخابات أعطت مساحة للناس أن تعرف بعض الأحزاب وتتكلم معهم بالنسبة للمرشحين. إحنا لدينا ثلاث أجيال للأحزاب إذا صح التعبير في هذه الانتخابات. لدينا حزب إلى حد ما قديم زي حزب الوفد، وكان لدينا حزب الديمقراطي الاجتماعي نتاج ثورة 2011، ولدينا الحزب الشعب الجمهوري نتاج ثورة 2013. لكن طبعا من الواضح أن الظاهرة الحزبية محدودة. لازم نفكر في كيف نخرج بهذه الظاهرة إلى المشاركة في الفضاء العام بالنسبة للمجتمع المصري بوجه عام. قد نحتاج زي ما حضرتك ذكرتي فتح المجال العام، نحتاج إلى تقوية هذه الأحزاب بحيث لا تستدعى أو لا تنشط هذه الأحزاب في المواسم الانتخابية فقط، بل يصبح لها برنامج ورؤية. نحتاج أيضا الاستماع إلى بدائل سياسات عامة تطرح، وأنا في رأيي أن الأستاذ فريد زهران وإلى حد كبير الأستاذ أيضا حازم عمر قدموا تجارب مهمة وطرحوا أفكار مهمة في المجال العام، يجب أن تلتفت إليها أيضا الدولة المصرية، ويجب أن تلتف حولها قطاعات من المجتمع نتناقش حول بدائل سياسات عامة مطروحة. وده دور المعارضة، يعني ليس يعني لم يكن متوقعا أن يستطيع أحد هؤلاء المرشحين الثلاث أن يفوز في هذه الانتخابات، ولكن كل ما كنا نطبو إليه أن يشكل هؤلاء المرشحون فرصة لطرح أفكار والتبشير بسياسات مختلفة والحديث حول الأحزاب الخاصة بهم ومحاولة أنهم يقدموا بدائل في الحياة العامة للمجتمع المصري. دي إشكالية الظاهرة الحزبية المصرية. طب دكتور سامح، أنا حضرتك في بداية الكلام قلت إنك شفت شباب مهتمين بالمشاركة، كلمني عن الجزء ده، لأنه مفهومنا دايما عن الشباب إنه عازف،
عايز اقول ايه سينيكال ساخر على السوشيال ميديا، منزعج من امور كثيره وله حق في ذلك. الحقيقه انا ما بقولش ان هو ملوش حق، له حق في كثير من الامور اللي هو منزعج منها، لكن ما عندهمش دايما فكره انه عايزين ينزلوا يشاركوا لك يا عم دي محسومه، يا عم دي مطبوخه، يا عم دي كذا. يعني ده مشاعر الشباب اللي يمكن بنشوفهم كتير حضرتك، لكن احنا شفنا ظهور للشباب. كلمني عن هذا الظهور اللي حضرتك يعني مختلط بيه. يعني اولا هو يعني صعب ان انا اتعامل مع الشباب ان هم كتله واحده. بالتاكيد فيهم ناس زي ما حضرتك بتقولي عندهم الحس النقدي والسخريه السياسيه والاجتماعيه، وده احنا بنشوفه على الفضاء الالكتروني. وفي ناس كده نقدر نقول ان هم عندهم الروح التقاعس والسلبيه، هم شايفين المشهد ما بيتغيرش او مش واصل لهم تكوين سياسي جيد. لكن شفنا برضو مجموعات ليست بقليله من هؤلاء الشباب، وبالاخص الشريحه العمريه اللي كانت بالنسبه لها التجربه الانتخابيه هي اول مره يشاركوا في الانتخابات، وكانت تجربه بتستهويهم. انا اتكلمت مع مجموعه من هؤلاء الشباب واكتشفت ان هم عندهم يعني رغبه في اكتشاف هذا العالم، يعني بمعنى ان هو اول مره يشارك في الانتخابات، واول مره يدخل لجنه انتخابيه، واول مره يوضع امام ورقه اختيار وعليه انه يختار احد المرشحين. فكان يعني دي تجربه بالنسبه لهم كانت يعني واضحه جدا. وبالاخص كمان شفنا اعداد ضخمه جدا من الفتيات المصريات، يعني مشاركه الفتيات المصريات في هذه الانتخابات احنا شفناها في محافظات كثيره وليست فقط في القاهره، ولكن شفناها في الصعيد وشفناها في وجه بحري، ان في اعداد كبيره جدا من النساء والفتيات شاركنا في هذه الانتخابات على نطاق واسع. هذا الجيل من الشباب احنا محتاجين ان احنا نشتغل معاه الفترة الجاية. يعني هو دلوقتي ربما لديه شغف بما يحدث في المجتمع وشغف بالسياسة، لكن احنا محتاجين ان احنا نمارس التكوين السياسي. والتكوين السياسي مش بيبدأ من الاحزاب بس، التكوين السياسي بيبدأ بالتربية المدنية. صح. والاستاذ سعيد عبد الحافظ اللي مع حضرتك كان ليه دور في مجال التربية المدنية، وايضا الاستاذ عصام شيحة في مجال ثقافة حقوق الانسان. فيعني احنا النهارده لما نشتغل مع الطلبه في المدارس نتكلم عن قيم الحوار، قيم المشاركه، قيم الديمقراطيه، قيم قبول الاخر والتنوع داخل السياق المدرسي، نعرفهم يعني ايه مجتمع مدني، نشجعهم ان هم يخرجوا الى المجال العام يساهموا في مشروعات لمواجهه الفقر، للتهميش، لبناء قواعد اجتماعيه داخل هذه المجتمعات، بنخلق لديهم وجدان سياسي وثقافي ذات طبيعه وطنيه. المشكله عندنا ان احنا بنتعامل مع المدارس ان هي مؤسسات بيروقراطيه للتلقين المدرسي. صحيح. في حين ان المدارس في المقام الاول هي مدارس للتكوين، بتكوين اتجاهات وتكوين افكار، ويتعرف الشباب دول على واقع مختلف او النشء يتعرف على واقع مختلف. انا مش مستني لما يوصل لجامعه ولا لما يتخرج من جامعه عشان اقعد اكلمه عن المشاركه. صحيح. هو لابد ان هو يشارك من زنعومه اظافره. وانا لغايه دلوقتي برضه مش عارف على وجه التحديد لماذا لا تتبنى وزارة التربية والتعليم في مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي برامج للتطوع بالنسبة للطلاب والطالبات ان هم يشاركوا في المشروعات القومية اللي موجودة. عندنا مشروع حياة كريمة، عندنا تكافل وكرامة، عندنا مشروعات كثيرة لمواجهة الفقر والتهميش، القضاء على العشوائيات. انا النهاردة لما بخلي الشباب دول يشاركوا انا بخلق ارتباط بينه وبين المجتمع ووعي مجتمعي يسعى الى التغيير للافضل. فتيجي موسم الانتخابات يبدا ان هو ينشغل بالبدائل وبالافكار وبالرؤى.